السلام عليكم. خلونا اليوم نقوم بإعداد وجبة سحور صحية ومفيدة، وخلونا نبعد عن الأطعمة اللي ما تفيد في فترات الصوم. في كل الأحوال لازم نتجنب الأطعمة الحارة واللي ملحها زايد، لأنها تسبب جفاف للحلق وتقلل مستويات الصوديوم في الدم. أما سبب اضطرابات الجهاز الهضمي أثناء الصوم هو تناول الخبز الأبيض بكثرة والمقليات في السحور. أما العدو الأكبر وهو الحلا، فما لها داعي نهائيا في السحور، وفي قائمة ممنوعات لو تجنبتها ما رح تشعر بأي تقلصات في القولون، وهي البصل والثوم والبقوليات والذرة والعدس. مستشفيات السعودي الألماني تتمنى لكم صوما مقبولا وصحة وعافية.